محمد برجيوي لو كولوريست اسم ولا ريفيرنس في تونس. لهنا لي كانديدات احلى ما فيك يعديو نهار كامل يتبدلوا فيه برشا مع المحافظه خاصه على صحه ولمعه شعرهم. في سنتر لو كولوريست زينب كانديدات اليوم معلمه وعمرها 36 سنه وام لزوز صغيرات. باش تبدا اليوم بسواليديها كبسول وجيل وظوافر قصار ما يقلقوهاش في الخدمه كيف تكتب على السبوره. ولو فيرني بيرمانون لونو ياسر توندونس. في سنتر لو كولوريست محمد البركاوي عنده اوبجيكتيف مهم هو نفسه شعاره في الخدمه. شعر مزيان يفرح نساء فيه لون وكوب توندونس، لكن الاهم شعر صحي. جربت لي كولور الغامقين، جربت لي كولور الفاتحين، مي ديما شعرتي تعبه، ديما تيرن، ديما عندي التكسير، وشعري المشكله فيه انه ما يطولش. هذيك علاش ديما نخير اللي انا نقصه باش اوموان نحافظ عليه. محمد البرقاوي يعدي برشا وقت مع كل مراه باش يقنعها باهميه المعادله هذه، خاصه وانه اغلبيه لي كانديدات نتاعنا شعرهم ياسر تعب من كثره الصبايغ والماش. اليوم جاتنا الكونديدات زينب، زينب شعرها تعب الماش، هذاك علاش غمقت في شعرها وقصرته. نصيحتي للعباد اللي تحب تعمل الكولوراسيون فاتحه والا ماش، ماذا بينا نفتحوا الشعر على مراحل، هكاك نكونوا استحفظنا على الكاليتي واستحفظنا على الشعر. نستنى في لون مزيان يوتيني ويبدلني وفي ميم طون يحافظ لي على الكاليتي نتاع شعري. زينب باش نعملوا لها قوماج باش نفتحوا الشعر تروا طون، باش نعملو كولوراسيون ما بين الميال والمارون سوندري، باش نستعملو كولوراسيون ايالو اللي فيها تو صغير من الامونياك، هكاكا باش نجمو نستحفظو على الكاليتي متاع الشعر. اللون اللي اختاره محمد البرقاوي لو كولوريست هو اكثر لون يظهر لون عينين زينب ولون يمشي برشا مع وجهها. وبما انها اكيب لو كولوريست فورمي على تكنيك الكل متاع محمد البرقاوي، ديما نتحصلو على اللون اللي نحبو عليه بالضبط، خاصة كيف نستعملوا يالو كولور من اج زون واللي فيه 60 لون في دال 100% للنيوانسيين. على خاطر زينب شعرها تعب شوية دونك ما حبيناش نزيدو نهلكولها شعرها، هذاك علاش اليوم استعملنا ليالو من لا مارك اج زون. الكلنا نعرفوا اللي فيه تو صغير متاع امونياك، فيه لاسيد هيالورونيك اللي غادي شعرها، وفيه زادة الويل دارغون، دونك هكاكا نستحفظوا على شعرها وما نزيدوش نتعبوه. يالو كولور من اج زون صحيح ما فيهش برشا امونياك، اللي مهمته في الكولوراسيون هو كونه يحل زيكاي باش يدخل اللون في الشعره ويقعد مده طويله. لكن الكولوراسيون تاعنا يالو كولور فيها دي ميكرو بيغمون يدخلوا ان بروفوندور في الشعر، ويجي من بعد لاسيد هيالورونيك يسكر لي زيكاي ويحمي اللون والشعر. بالنسبة لزينب اليوم باش يعملولها في سنتر لو كولوريست ان قوماج يفسخ الالوان اللي تراكمت من سنين في شعرها، ومن بعد لون يالو كولور بين الميال والمارون سوندري. بعد الكولوراسيون باش نعملو روتوش للكوب، مانيش باش نقصرو، نحاولو نستحفظو على الطول على خاطر زينب تحب تطول شعرها. والكوب ان كاري بلونجون اللي يفين الوجه وزيد في نفس الوقت شيك وديكونتراكتي باش تزيد تصغر الكانديدات نتاعنا. شعر زينب تعب وقصير وما نجموش نعملو دي زيكستنسيون، لكن الكوب اللي اختارها محمد البرقاوي واللي باش يخدموها ليكيب نتاعو باش تويتي برشا زينب. بعد ما عملنا الكولوراسيون والكوب باش نعملوا سوان ديتوكس باللاغان كاديفو. السوان هذايا ينظف الشعر من الغسيل، يقويها ويخليها تلمع. Ce soin il permet de nettoyer le cuir chevelu en profondeur. ينحي لنا ليكسي دو سيبوم، ينحي لنا لي بيليكول زيد. هذيك علاش الريزولتا لو كوير شوفولو يتنفس وشعرنا يطويل فيسع ويولي احمر. لو سوان ديتوكس من كاديفو هو سوان من غير سيليكون المعروف كونه يضر الشعر. السوان هذا يغذي الشعر من الغاسين حتى لي بوانت ويعاون على غبوس شعر اقوى وريزيستان اكثر،
لابليكاسيون تاع سوان ديتوكس من كاديفو سهله برشا. نبداو بالديتوكس بروتينا اللي نستعملوها على الشعر الشايح قبل ما نغسلو. لابليكاسيون تتعمل ميش بار ميش. الديتوكس بروتينا متكون من ليزيكستري دو جامبو، نبته معروفه في البرازيل وتساهم بصفه كبيره في البرودكسيون تاع الكولاجين. والديتوكس بروتينا فيه زاده لو كومبلكس امينو اسيد اللي فيه اكسيون انتي اوكسيدانت ويعاون على الكروسانس نتاع الشعر. من بعد باش يعملوا ايكيب لو كولوريست لو ديتوكس جرين جوس اللي لابليكاسيون نتاعو تصير على الكوير شوفولو واللي ينقص من ليكسي سيبوم اللي يخلي الشعر يزيد. لو ديتوكس جرين جوس اللي ينحي زاد القشره متكون من الكلوروفيل والميثيونين اللي يعاونوا برشا في غبوس شعر قوي وصحي. الشامبوان من سوان ديتوكس كاديفو فيه مكونات ما تخليش الشعر يزيد وتزيد تساهم في القضاء على القشرة وتخلي الشعر يتجدد. ويوفى لسوان ديتوكس من كاديفو بالكونديسيونير اللي فيه الجامبو ودي نوتريمون اسانسييل باش الشعر يولي سوبل ومغذي ومن غير ما ترزن الشعر. من شعر تاعب لونو تاعب شعر زينب ولا يلمع سوبل صحي لونه مزيان وفيه كوب ياسر واتات الكانديدات متاعنا وزادت صغرتها في العمر. زينوبة صحة يعطيك الصحة. محلى شعرك محليها الكولور الكوب زادة مودتك عايشك في بالك اللي لا فورم اوفال دو فيزاج يويتيها لي كوب الكل ولا في بالك؟ اي سورتو لي كوب معلومة جديدة هذي معناتها وجهك يظهر لي فورم تاع وجهك يظهر وزادة لي تخيم تاع وجهك زادة صحة محليه لون شعرك ومحليها الكوب زادة يعطيك الصحة محمد. محمد ما تعبتناش زينب اليوم بالعكس الكل ما تعبوكش انت لا ولا لا زينب بالعكس ما تعبتنيش حاجة في مصلحتها ديجا وافقت ونحن خدمنا خدمتنا وديجا هي تخلي شعرها طويل دونك ان شاء الله كي يطول شعرها نعملوا الحاجة اللي مزيانة. هذي مزيانة. هذي مزيانة حتى هذي مزيانة عجبتني فرحانة بها زيادة. صحة عزيزتي. عايشك. شنو هي الكوب دو شوفو اللي تواتينا وقت اللي يبدا وجهنا اوفال؟ وقت اللي يبدا وجهنا اوفال فريمون presque toutes les coupes تمشي مع وجهنا على خاطر on a un visage très féminin. Donc, osez la petite coupe et li tatina un look frais et épuré. Et si vous avez les cheveux frisés, adoptez le carré Milan. Les coupes à éviter quand on a un visage ovale. Donc, on évite la frange épaisse على خاطر باش تعطينا وجهنا المزيان donc زيت. اثنين نبعدوا على لي كوب كورت وقت اللي يكون عندنا ان كو فور دونك اون اسيي دو غاردي دو لا لونغور سور لا نوك. زينب 36 سنة وقتها الكل لصغارها وللصغار اللي تقري فيهم عمرها ما لقات الوقت باش تعمل ان سوان فيزاج. اليوم في انستيتيو غينو اللي طور دي ميثود دو سوان اكسكلوزيف بفضل دي برودوي مصنوعين حسب دي نورم فارماسوتيك وبفضل خبرة منيرة الاستيتيسيان فورمي في غينو باش تعيش زينب ان مومون يونيك بين الغولاكساسيون والسوان. زينب مشكلتها اللي تاعها ني با يونيفيي دونك مقلقينها دو زون لو كونتور دي ليفر اي لو فران دونك اخترت اليوم باش نعمل لها لو سوان ايدرا ديرني لا فيرسيون اكليرسيسونت بور اكليرسير لي دو زون اللي مقلقينها اي يونيفيي لو تاعها. Après avoir démaquillé le visage et le nettoyer, donc je vais aller à l'étape où l'année est liée à l'exfoliation avec le démaquillant exfoliant pour préparer la peau les étapes suivantes. L'étape finie est l'ionisation dynamique pour faire pénétrer le principe actif du sérum gel qui va traiter le problème d'Alzheimer.
L'étape C est l'oxygénation par effet thermique à l'aide de la spatule chauffante et l'émulsion oxygénante pour oxygéner les cellules et apporter de l'éclat. L'étape qui est le modelage pour détendre les traits du visage et favoriser une microcirculation sous-cutanée. L'étape l'akhraniya هي le masque, ça va être un masque éclaircissant pour éclaircir les zones les mqalqines zaynab et unifier le teint. Le résultat, une peau bien nettoyée, les zones éclaircies, un teint unifié et bien oxygéné. Alors Zainab, je vais voir le résultat avec nous. تفضل مريا. وجهي فيه كلات بارك الله يعطيك الصحه وانا عندي مشكله البوم تاعي ديما تيرن توا نحس فيها فما شونجمون كبيره فيها صحه الى ليسونسييل اللي عجبك لو سوا عايشك دونك تري بيانتو ان شاء الله ميرسي يعطيك الصحه دريا كل كانديدات في احلامها فيك تعيش حلمه مزيانه في مغامرتها معانا وفي الحلمه هذه فاس فاس سوسه والا لاك دو وين نلقاو لو لوكس دي ماتيير من تول سوا دانتيل وغيرهم ونلقاو زيدا لا نوبليس نتاع لي موديل في لي روب دو سواري و دو كوكتيل مدام ضحى تختار ديما احلى لي روب اللي يحطو نساء مهما كان تعمارهم والا بدنيتهم ان فالور وتخليهم فينو كيف الاميرات زينب اللي ديما في جينو مريول باش تقيس دي روب اكسيبسيونيل في فاس فاس صحة زينب يعطيك الصحة محلاها عليك الغرب تعيشك اش قولك انت مزيانة الغرب انا كي حكيت معاك من الاول قلت لي ما تحبش لي كولور معناتها فاتحين اي لي كولور تحب لي كولور سامبر دونك حبيت نخرجك من زون دو كونفور اخترت لك في الغوز فوشيا باش نظهر لك اللي لي كولور يمشيو معاك برشا مع الكولور دو تان مع الكوب نتاع شعرك اي سورتو لو موديل نتاع الروب هذه اللي هي روب دروات مشيت مع المورفولوجي نتاعك سي اون روب تاي افولون هذا لافونتاج نتاع الفولون باش يغطينا شويه كل لي روندور وشويه الكرش اللي خارجه وانا ماركي لا تاي افيك اون سانتور عجبتني عليك هكا كلها مزيانه صحه زينب صحه اليوم شاده صحيح في لي كولور باش تخرج من هوني كونفانكو اللي الالوان يمشيو معاك برشا ويتيوك على الاخر Donc, allez, Veka, on a opté pour ce look, la robe très très fluide comme texture, avec un joli cache-corps, yimchi barsha, la forme cache-corps, ma morphologie en H, et le décolleté en V, te va à la perfection. Donc, انا عجبتني عليك وعطيتك وعطاتك اكله لوجهك وانت ايش قولك حطينا لي كولور هذوما اول مره ديجا نلبسهم الغوز والجون هذه اول مره نلبسهم وقدر ربي باش تولي ديما تلبسهم مع الدنيا باش تسخن والصيف جاي دونك ننصحك بربي ديما البس لي كولور والله ما احلاهم عليك صحه زينب صحه صحه شقاولك في الروبا عجبتني لا كولور مزيانه والموديل اوسي عجبوني زوز عطيتني حسيتها اي حتى انا عجبتني عليك وحسيتك فيها اليز ومرتاحه بوغ سيل كي اون اون مورفولوجي اون اش اون اوبت توجور بوغ اون روب ستيل بورتفوي افيك لو ديتاي ا لا تاي اللي هي معناتها في الموديل هذايا عندنا لو دراباج افيك لا بروش اي لو ديكولتي اللي هما يوتيوك ونتيو مع بدنك على الاخر دونك الروبا هذايا اللي اون غيبور كولور ليلا ياسر وتاتك وكلاس وما تخمع عليك برشا مي توا مش نحب نخلي لك سوربريز الروبه نتاع الفينال وانا عندي كونفيونس في ذوقك يعيشك يفضلك ومحليك ميرسي عايشك مرحبا عايشك